نعم في الاستماع هيفاء، أهلا بك هيفاء. أهلا وسهلا بك. بداية نحسين، لو تضعنا في صورة حركة الأسواق والمحال التجارية هناك بمدينة طرابلس في ثامن أيام شهر رمضان المبارك. نعم، لربما المواطنون يستشعرون بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها بالفعل على والتي ألقت بظلالها على جيب المواطن. يعني نحن الآن متواجدين في أحد الأسواق في العاصمة طرابلس، سوق الحوت الشعبي أو الكائن بشارع الرشيد. يعني حركة الازدحام هنا كما تشاهدين ورائي بأن حركة طبيعية جدا داخل هذا السوق، يعني مع غلاء الأسعار في المتوفرة في السلع الرمضانية منها اللحوم والخضروات. تجولنا نحن هنا داخل هذا السوق، طلعنا على أسعار الأسماك وأسعار اللحوم، لاحظنا هناك ارتفاع في بعض السلع الرمضانية وأيضا اللحوم. بالنسبة إلى هذا السوق، يعتبر هذا السوق هو رافد تجاري لبعض العائلات التي تتبضع أو يمكن عرض سلعتها خلال شهر رمضان المبارك. يمكن أن أقول لك بأن هذا الشهر الشارع بالكامل به متنوع من الحاجيات التي تخبز أو تعمل في البيت من قبل الأسر الليبية العاملة. هناك بعض الحلويات، هناك بعض المعجنات، هناك بعض الخبيز الذي يخبز في البيت يباع للمواطنين الذين يتواجدون هنا أو الزبائن من المواطنين الذين يتواجدون على هذا السوق. يعني بالنسبة إلى هذا الشهر، يعتبر هو موسم تجاري للعائلات العاملة أو المصنعة داخل المنازل. يعني إذا ما لاحظنا حركة السير هي طبيعية داخل هذا السوق، المواطنون يتواجدون هنا داخل هذا السوق للتبضع للحاجيات، سواء كانت الخضروات أو حتى الفواكه. أصوات الباعة تنتشر من هنا وهناك التي تتعالى ببيع منتجاتهم وأيضا عرض سلعهم داخل السوق. سنتحدث إلى بعض من المواطنين إذا ما تواجد إلينا، بعض إلى عم علي متواجدين في هذا السوق، سنتحدث إليها عن القوة الشرائية داخل هذا السوق. أحد الباعة متواجدين هنا في داخل هذا السوق. بداية أهلا بك سيد علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانتم بخير، بداية رمضان الحمد لله، الأمور طيبة والتجارة وارية ونخدموا ونبيع ونشروا، الأسعار كويسة. وبالنسبة للشعب الليبي كاو شعب عايش بالحاجات اللي هي مستحقها ويدور فيها. وكنعناع عن القوة الشرائية، عن القوة الشرائية، بالنسبة للقوة الشرائية فهي قوة ممتازة متميزة عن جميع الأسواق الليبية. فسوق الحوت معروف أنه سوق متميز ومميز في أي حاجة تدورها تلقاها في سوق الحوت. شكرا، بارك الله فيك حاج. معنا أيضا تعالى كما تلاحظين بأن الأسواق السوق هنا يختلف عليها الطابع العملي داخل هذا السوق. المواطن البسيط أو لو تطلعنا كيف يتعامل المواطن البسيط مع ارتفاع الأسعار التي تحدثت عنها الآن. نعم، لربما المواطن يشتكي من وطأة الغلاء التي صاحبتها عدم السيولة في أغلب المصارف في العاصمة طرابلس وبعض المدن الأخرى أيضا، لكن المواطن لربما يتأقلم مع شهر رمضان فيما يتبضع من سلع الرمضانية. يمكن أن يكون لك من الانخفاض عن السنوات السابقة ليس بالكثرة كما كان في الإقبال عليها في السنوات السابقة، لكن المواطن يمكن أن يتقلد أو يقتني الحاجات الأساسية التي يمكن أن تكون ضرورية له خلال شهر رمضان المبارك. نعم هيفاء. حسين، هل شاهدتم في الأسواق دوريات لمراقبة الأسعار؟ نعم، يعني بالنسبة إلى الوضع، سواء كان الازدحام المروري أو حتى حركة الازدحام داخل السوق هنا، هناك متواجد في بداية الشارع من شارع الرشيد وعند حتى جامع بورقيبة متواجدين بعض رجال الأمن الذين ينظمون حركة السير، رجال المرور. أيضا هناك بعض رجال الشرطة المتواجدين هنا للحفاظ على أمن وسلامة المواطن، من سواء كانت الغذائية أو حتى المواد
التي تباع او السلع التمويليه التي تباع داخل هذا السوق.